السلام عليكم، مهند معاكم. قبل ما نبدأ الفيديو ده انا قسمته على فيديوهين، واللي انت بتتفرج عليه دلوقتي هو الجزء الاول. من اول فيديو عملته عن الجيرمان شيبرد بان جدا بعدها قد ايه في ناس بتحب السلالة دي ومهتمية بيها جدا وعايزة تعرف اكتر عنها وعن المزارع اللي بتنتجها. فبدأت مع واحد من بوبات الجيرمان شيبرد، مزرعة فوم هاوس برادرز، إيهاب البوب. يا رب يعجبكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف بحضرتك بس الأول. أنا اسمي إيهاب البوب، صاحب مزرعة فوم هاوس برازر. أنا وشريكي وأخويا الكبير كريم شعراوي. جميل. وميدو هلال. جميل. بدأت المزرعة من قبل المزرعة، حبك للكلاب كان من وأنت طفل صغير ولا من على كبر؟ لا طبعا من وانا طفل صغير، من وانا عندي مثلا 7-8 سنين بدأت زي اي طفل بياخد مصروفه من باباه ومامته وحابب الكلاب وحابب يجيب حاجة ويربيها. بدأت زي اي طفل يعني. وتفتكر اول كلب جبته ولا لا؟ طبعا اول كلب جبته من مصروفي كان ساعتها الوالدة عملت مشكلة كبيرة قوي، واضطريت اللي انا اخليه عند خالي، وكانت قصة طبعا. كان جيرمان برضو؟ كان جيرمان. انا بعشق الجيرمان شيبرد. تفتكر جبته منين ولا؟ من سوق جمعة طبعا. من سوق جمعة يعني حضرتك بدأت تنزل سوق جمعة؟ مفيش حد منزلش سوق جمعة. مفيش حد غاوي منزلش سوق جمعة. طيب وامتى بقى اول كلب كويس فعلا جبته؟ يعني اول كلب، يعتبر كويس جبته كان كلب اسمه بحر. ويليه طبعا كلب الخاص مسميه الاسطوره زورو. زورو. بحر ده لسه موجود او زورو لسه موجود ولا؟ لا الاثنين للاسف ماتوا. بحر ميت بقاله مثلا داخل في حوالي 10 سنين، وزورو ميت بقاله بتاع 3 سنين في الرينج ده. طيب اول ما بدات كبزنس بدات بالمزرعه على طول ولا اشتغلت الاول مع نفسك وبعدين ابتديت تكبر واحده واحده؟ لا والله هو الموضوع جه معايا، البيزنس جه معايا صدفه، اللي انا لقيت نفسي بصرف على الكلاب كتير قوي قوي قوي، وحاجه انا بحبها قوي ومديها كل مجهودي. الموضوع بدا معايا الاول زي كل الناس بربي في بيتي، وبعد كده ربيت فوق السطح والموضوع لغايه ما ربنا كرمني واتطور وبقى مزرعه. طيب انتوا بادئين فوم هاوس برادرز بقالكوا كام سنه النهارده؟ داخلين في سنتين. غيرتوا المكان ولا هو مكان واحد؟ هو المكان. ما عندكوش مكان تاني؟ عندنا مزرعه تانيه في الاسماعيليه. في الاسماعيليه بس هي دي. والمزرعه دي فين؟ هنا جمعيه احمد عرابي خط 4 شمال. طيب جميل. عايزك بقى تكلمني عن اول بطوله دخلتها. اول بطوله دخلتها كانت بطوله عاملاها ناس محترمه واخواتي الكبار العقيد محمد عمر. اتعملت في استاد اعتقد القاهره. والحمد لله الحمد لله ربنا كرمني وحققت مركز اول يعني الحمد لله. بقاله كام سنه الموضوع ده؟ الموضوع داخل في حوالي 5 سنين. خمس سنين. مش متذكر قوي بس بقاله فتره يعني. طيب دلوقتي عشان تفتح مزرعه او كده لازم تبقى متفرغ لها، حضرتك متفرغ لها ولا عندك مهنه تانية ودي مجرد هوايه جنبك؟ لا انا صاحب محل مركز بويات سيارات في الحرفيين. ودلوقتي موقف فيها اخويا ومتفرغ لها خالص يعني، عشان موضوع دخل في بيزنس اكتر ودخل في فلوس ضخمه فلازم تتفرغ لها طبعا. طيب دلوقتي عايزين نتكلم عن مستوى الجيرمان شيبرد اللي موجود في مصر حاليا، هل احنا وصلنا لحاجه تنافس بره ولا لسه قدامنا كتير؟ لا طبعا بالفعل احنا بقينا ننافس بره. بقينا ننافس بره. طبعا احنا عندنا من اقوى خطوط الدم في العالم موجوده هنا في مصر. وطبعا موجوده اخواتي واصحابي وحبايبي، بوجه لهم الشكر والتعب والمجهود اللي بذلوه. شريف سويلم محقق V2، واخد يعني كلب واخد مركز تاني في ألمانيا في الزيكر اللي فات دوت. وعندك أسامة هارون برضو بوجه له الشكر، وعندك أحمد فوزي، وعندك عبد الله، عندك ناس كتير قوي طلعت نفست في بطولة العالم اللي بره دي. فطبعا معنى اللي انت بتطلع تنافس في بطولة العالم يبقى انت عندك احسن مستويات. طب ليه بقى عندنا لسه عقدة الخواجة؟ ليه يقول لك لا يا عم انا مش هشتري من هنا، انا معايا فلوس، انا بدل ما انا اجيب حاجه من هنا لا انا اروح اشتري من بره؟
بص، عقده الخواجه دي موجوده بقى لها سنين، فانت عشان تطورها وعشان تشيلها خالص من فكره الناس لازم الناس تشتغل بنفسها، لازم الناس تبدا تشوف هل الشخص اللي انا بحبه ده سيان مثلا، اهاب، تامر بوكس، محمد حسين، ايا كان الشخص اللي الناس دي بتركز معاه وبتشوف شغله كويس، بتبدا تسالها. يعني انا ناس كتير بتخش لي انت بدات ازاي، فبقول له انا بدات زي كل الناس، انا بدات بكلاب محلي، ما بداتش بكلاب معاها بديجريهات تقيله والكلام ده، لا بدات انتج لنفسي وبدات اجيب كلب عادي ملوش ورق، وبدات اشتغل واعرف ايه اللي ممكن اعمله، هل اعرف اطور من الكلب ده وادخله زيرو بديجري وبعد كده انتج منه ولا لا. فدخلت في القصه ديت، فطبعا لازم يبقى انت عندك يقين ان انت احسن من الناس دي. مش هنفضل على طول نقول والله لا ده انا اجيب كلب من المانيا، لا ده انا اجيب كلب من صربيا، ده انا اجيب كلب من الحته الفلانيه، لا انت لازم تبقى انت واثق في نفسك وواثق في الناس اللي انت بتشتغل معاها هنا في مصر، فطبعا هتمسك احسن انتاج واحسن من بره بكتير. بس يعني حضرتك استوردت قبل كده عشان تحسن خطوط طبعا سلالات اللي عندك؟ طبعا مفيش حد ما استوردش يعني. لغايه دلوقتي ولا الكلام ده حصل وخلاص وقف؟ لا انا لغايه دلوقتي احنا لسه اساسا ما عملناش افتتاح للمزرعه، احنا لسه كل ده بنصرف على المزرعه وبنأسسها صح عشان نبدا نعمل مزرعه صح. مظبوط. فاحنا لسه ما قفلناش على نفسنا، يعني في شويه كلاب تانية هنجيبها في دم معين بنحاول نجيبه، لان انا الموضوع اتقلب لاحتراف اكتر، اللي انت بتركب بيديجريهات لبعض، مش كلب كويس وكلب ضخم وكلب في هيئه كويسه اديله اي كلبه وخلاص، لا انا ببص على البيديجري بتاع الفيميل وبتاع الميل عشان اعرف انتج منه سلاله محترمه. فطبعا لسه فاضل حاجات بسيطه ان شاء الله وخلاص هقفل على نفسي، اللي انا مش هستورد كلاب تاني خلاص، هبدا بقى انا عايز. انا الحمد لله بنطلع كلاب للخارج، احنا عايزين نطلع بقوه، فعشان تطلع بقوه اكلم حضرتك ان ما دام احنا وصلنا فعلا لمستوى عالي، ليه انتاج الكلاب ما يبقاش صناعه؟ ليه ما نصدرش؟ يعني معظم الدول اللي بتصدر دول كحيان، يعني شرق اوروبا ده يعني اقل من مصر، اوكرانيا، كرواتيا، روسيا، مش دول انت مش بتستورد، يعني معظم الناس مش بتستورد من المانيا مثلا او فرنسا او ايطاليا. ليه هم بيعرفوا يسوقوا وليه احنا مش عارفين نسوق؟ انا مش بكلمك كمان لاوروبا، يعني انا بكلمك للدول العربية، يعني برضو الدول العربية بيبصوا الاول لاوروبا وبعد كده لو عايزين يبصوا لمصر ان هم يجيبوا مننا، بنبقى احنا يعني تاني اختيار ديهم او تالت كمان. احنا عايزين الاول يكون في تكاتف بيننا وبين بعض من ناحية الفرخ، يعني اللي انت عشان انا عندي مثلا في ميل قوية وفي بعض الناس عندهم ميل قوي، فهنا بيبدا هنا التكاتف، ان انا ما اقفلش على نفسي. يعني انا عندي دكري كلب الخاص، كلب جايبه بفلوس وبفلوس ضخمه، ما اقولش لا ده انا هقفل على نفسي اجيب له كلاب في ميل لنفسي ونوتي لنفسي وابدا اعمل منه بريد، لا ما النقطه دي مش هننجح. لازم كل الناس تجوز من بعض، ولازم كل الناس تبدا تشتغل مع بعض، نحط ايدينا في ايد بعض. وفي امثله ان في ناس قافله على نفسها ومش بترضى ان هي تجوز من بره او كده؟ في ناس كتير ومعروفين، في ناس ذكر أسماء. بدون ذكر اسماء طبعا، معروفين وبرضو على قد ما هم معروفين، على قد ما هم لو قعدوا بينهم وبين نفسهم هيزعلوا ان انا جايب كلب بفلوس ضخمه، ليه ما فتش الناس، ليه ما فتش صاحبي واخويا وقريبي، ما احنا هو هيستفيد برضه، هو هيستفيد طبعا، ما انت الانتاج ده هيفيدك وهيفيدني. لما اجي ابقى ماسك كلب اقول ده فرخ فلان، ده كلب فلان، ده ابوه فلان، ده كله بيختلف معاك، هنبدا نتشاف بره ونظهر بره، احنا مش ظاهرين بره عشان كده. احنا للاسف الناس بتجيب كلاب بفلوس غاليه جدا من بره وبتكون متدربه تدريب عالي جدا وبتخش تكسب في شوهات بره وجوه، لكن هات لي هنا انتاج بيكسب هتلاقيهم معدودين على الصوابع. ناس معينه هي اللي بتجتهد، ناس معينه هي اللي بتتعب وبتشتغل على كلابها اللي هي فرخها وبتبدا تطور من نفسها عشان تطلع قدام الناس وتظهر قدام الناس، لكن كل الناس بيروح يجيبوا كلاب من بره باسعار ضخمه وبيشتغلوا عليهم، لكن مفيش حد مركز اكتر في اللي انت تنتج وتشتغل، عشان كده احنا مش ظاهرين. جوم هاوس براذرز ممكن نشوفه في السنين الجايه بينافس بره مصر باذن الله ان شاء الله، يعني دي حاجه احنا
مركزين فيها قوي، وان شاء الله يعني احنا ما رضيناش ننزل بطوله العالم اللي فاتت دي عشان نطلع بفرخنا، نطلع بكلابنا احنا، بدجرهاتنا احنا، يعني انتاجنا. ان انا ما اتعبش وادي تعبي للخواجه. يعني انا دلوقتي بشتري كلب سيان من اي مزرعه من اي دوله من العالم، وباجي بدخلها بطوله العالم. بدخلها بطوله العالم هي معروفه ان ده فرخ المزرعه دي الكنل ده، لكن انا هنا انا بحاول اطلع كلب محترم وبشتغل عليه وبدربه تدريب محترم عشان يطلع من اوله لاخره يبقى بينافس بره من اوله لاخره مصري. الكلاب لو ربنا كتب ان شاء الله يوفقك، لو طلعت بكلاب وعملت حاجه هترجع بيها؟ اه طبعا. لا لو حصل اجراءات ممكن؟ لا 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 لا، انا ممكن الموضوع يعني مش عشان واخده بيزنس اللي انا يجي لي سعر في الكلب مثلا عشان خد بطوله ابيعه. لا مش حاجه تقلل منك. لا مش حاجه تقلل مني، بس انا بعمل، انا ماشي على فكر معين ان انا الكلب ده هنتجه، يعني انا طالع اخد بطوله بيه عشان ابدا انتجه تاني واعمل منه جيل تاني وجيل تالت وجيل رابع. كل دوت هيتكتب لي انا، وهيتكتب لمزرعتي، وهيتكتب لاسمي، وهيتكتب لمصر. أيوة. اللي انا طالع بفرخ مصري، مش طالع ممكن ابيعه، ممكن ليه لا، ممكن ابيعه وغيره يطلع ويكون اخوه موجود ويكون الفرخ اللي بعديه موجود. بس الفكر نفسه دلوقتي عشان اطلع ونافس بره والكلب يحقق مركز كويس وتايتل كويس، ممكن يتباع وممكن لا، بس الحاجه الاساسيه اللي هي ممكن لا. فوم هاوس برادرز جيرمان شيبرد بس؟ لا لا لا، احنا عندنا جيرمان وروت وماستيف وجريدان وكوكر وبلادور. الاساس الاساس اكتر حاجه الروت طبعا، ده ميدو هلال، ده متخصصه طبعا، عالم من اعلام مصر في الروت. والجيرمان تخصصنا انا وكريم شعراوي. بدايه التدريب، بدايه التدريب انت اول، يعني انت بدات تتعلم تدريب وتعلمت في كلابك، ولا بدات ان انت تجيب مدرب وهو بيدرب لك تتعلم منه؟ بص، موضوع التدريب ده مجاله طبعا واسع وبحره واسع كبير قوي. انا اول كلب دربته كان هو بحر، وبعديه كان كلب بيتبول اسمه سيلر. دي كانت كلابي الخاصه، يعني دي كلاب انا الخاصه، وروز، ثلاث كلاب اللي دربتهم طول حياتي. لكن لما الموضوع اتقلب بيزنس، لا انا بدرب رينج، يعني انا كلابي الخاصه وكلابي اللي ممكن زبون يجيبها لي ادربها له، ده ادرب رينج. لكن في التدريبات الباقيه طبعا قطع وشراسه متقدمه وشراسه شراسه شخصيه وكده، ده بجيب له طبعا مدرب لان انا مش محترف فيها. بعد الزمن ده لسه ما طبعا احنا هنفضل طول حياتنا بنتعلم. انا بدرب، بس عشان اقول لك انا بروفيشنال في المجال ده لازم يبقى على دراسه، لازم اخد كورسات فيه كويس قوي، واخد فيه وقت واطلع كلب واثنين وثلاثه عشان اقدر اقول انا اللي مدرب ده. لكن طبعا الكلاب بتاعتي كلها كانت بالهوايه، اللي انا قاعد بهوايتي. يعني سؤال غريب شويه، يعني في تعليم الاطفال كل شويه يقول لك في سيستم جديد للتعليم، تدريب الكلاب بيتطور ولا اسلوب واحد بيتبع من 30 سنه 40 سنه 50 سنه ولغايه ماشيين بيه لغايه دلوقتي؟ لا طبعا بيتطور، وبتطور عالي جدا فعلا. تطور عالي جدا. زمان غير دلوقتي خالص. يعني في دلوقتي ناس اعلام في التدريب بدون ذكر اسماء عشان ما انساش حد، ولان كلهم صحابي طبعا. الموضوع بقى تطور صعب. تطور صعب. مزرعة كبيرة، التكاليف عالية. بالنسبة لبند الأكل، هو أعلى بند عندك ولا مثلا التحصينات وكده؟ لا، أعلى بند عندي هو العلاج والأكل. العلاج والأكل. الأكل أنت اللي بتعمله مخصوص ولا بتجيبه إذا كان دراي أو مش دراي بتجيبه جاهز؟ يعني أنت اللي بتقف على عمايل الاكل بنفسك؟ بص، هو موضوع الاكل ده بقى موضوعه كبير، يعني اللي انت الناس كلها طبعا عارفه الاقتصاد المصري وعارفه الظروف اللي بتمر بيها البلد. احنا طبعا بناكل دراي لكلاب معينه، مش كل الكلاب طبعا عشان ابقى صريح معاك. لان انا لو اكلت دراي بس انا هتخرب بيتي، يعني الصبح هقفل. ف
فباكل دراي للكلاب اللي هي بتخش شهات، اللي هي اللي انا مركز عليها فرخ، سواء ذكوره او نوتي. وباكل طبعا فريش زي كل الناس، بيبقى بطاطس، جزر، بطاطا، رز، مكرونه، عيش، هياكل، تقطيع اللي هي بيبقى ارقاب وجنحه، بس كله بيبقى الكواليتي بتاعه كويس يعني. طبعا مفيش حاجه قديمه. لا 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 لا, لا. في ناس بتاكل نافي وفي ناس بتاكل اكل تاني، لكن انت ما تنصحش بحاجه. ما انصحش لان طبعا ما نعرفش هو مات ليه، يعني هو انت هتاكله نافي ليه؟ ما هو مات ليه سبب. فهتاكل يبقى انت ضريت كلبك، ما فيش اكتر حاجه هتتضر هو، وهو ولا بيعرف يعني، هو مش هيتكلم عشان يقول لك انا تعبان بطني وجعاني. هو حيالله غلبان بيهوهو، ولا هيقول لك انا عايز اشرب، ولا هيقول لك انا جعان. لازم يبقى انت تتقي الله في الحاجه، الروح اللي انت بتربيها دي، ولازم تبقى انت رؤوف بيها، اللي انت تاكله اكل في ميعاده وتهتم بيه وتراعيه طبعا، ميه واكل وشرب ونظافه طبعا. بالنسبه يعني كنل او مزرعه محترمه جدا، دخل فيها كلاب بلدي لمجرد ان انت بس يعني تلاقي كلب بلدي تقول انا هاخده وهحطه معاهم وهاكله زيه زيهم من غير اي عائد يجي منه ولا اي حاجه؟ طبعا انا كان عندي المزرعه الاولانيه كانت فوق بيتي في السطح. وكنت اوقات بتزنق في الفرخ، ما كانش حد معيش عمال كتير، فبتزنق اللي انا عندي في ميل مثلا هتولد على وش ولاده، وعندي موسم مثلا دخلت رمضان، دخلت عيد، فلازم ابقى مقيم في المحل 24 ساعه. فبضطر اخدها عندي في المحل، عامل بوكس صغير كده تحضين اللي انا حضن في المحل عندي. فكان عندي كلب ده حبيبي يعني، بياخدني من اول البيت لغايه المحل، ومن المحل للبيت يفضل ماشي ورايا. ده روي. روي ده انا اتصورت بيه من حوالي 3 سنين 4 سنين ونزلتها على الفيس. وطبعا ده كان عشقي يعني، روي ده لغايه دلوقتي موجود عندي عند المحل، ما بيسيبش المحل.